يحيى بشكرك يا لما، ويمكن اتكلمت طبعا عن الفنان الجميل الفنان العبقري الاستاذ خالد الصاوي. النهارده بيتكرم عن جائزه الانجاز الابداعي، مشرفني ومنورني طبعا. ولما دايما تتكلم عن ادوار مختلفه اكيد الاستاذ خالد الصاوي يكون موجود فيها. استاذ خالد مشرفني ومنورني ومنور مهرجان الجونه. حلو ده كان عيال طبعا منورني النهارده ومشرفني. يمكن الفنان احمد رزق كان لسه بيتكلم عن تكريم حضرتك برضه. حبيبي ده ممثل جامد جدا، وهو عارف ان انا رايي فيه ايه. هو بحبه جدا جدا كانسان وكممثل طبعا. النهارده جائزه الانجاز الابداعي بتتكرم النهارده في المهرجان، شايف النهارده الجائزه ازاي وبتمثل لحضرتك ايه؟ الجائزه دي بتمثل لي كتير، انا بحب المهرجان ده وبحترمه، فطبعا لما تجيلي جائزه منه ما بقاش عندي شك فيها، لانه احيانا في المهرجانات بيبقى فيه، عشان اوضح النقطه دي بس، احيانا في بعض المهرجانات، انا حضرت مهرجانات في مصر وبره مصر، حضرت كمان في لجنه عضو في لجنه التحكيم في مصر وبره مصر. وشفت مش بدور المهرجانات اللي انا كنت فيها، بس شفت انه احيانا بيبقى فيه مجاملات واحيانا بيبقى فيه توازنات، يعني ادينا جايزه البلد دي فبندي جايزه البلد دي، يعني مش عارف الممثل ده فلا ده اصله هيموت فنلحقه، ده اصله عيان، فاهم الحاجات دي. مهرجان الجونه انا اعتقد انه بيبقى بعيد عن الحاجات دي خالص. في الدورات اللي قبل كده انا شفت ده بعناية، وبالتالي متشرف بيها ومبسوط بيها. يعني يمكن حضرتك حضرت مهرجانات كتير خارج مصر، مهرجان الجونه دلوقتي يمكن في المكانه دي موجود خلاص في دورته الرابعه، ثبت نفسه بيثبت نفسه، يعني اكيد ده تحدي كبير جدا من كل القائمين على مهرجان الجونه. بص انا بحب المهرجان ده جدا لانه من الاول ماشي بثبات. صحيح. وكنت حزين جدا عشان مهرجان القاهره فلت، ما بقاش زي بقوته وكده، بس الحمد لله انه رجع تاني طبعا، وبشكر كل الجهود اللي اتحط فيه وبالذات الاستاذ محمد حفظي طبعا وكل القائمين على ده، وحيث ان المهرجانين بيتموا في عهد معالي وزير الثقافه الحاليه، فلازم نشكرها طبعا. طبعا اكيد. ونشكر كل الناس اللي بتضيف للبلد، بشكر كل حد مهتم النهارده بالسياحه بالصحه بالثقافه بالسينما كله. استاذ خالد الصاوي المكرم بجائزه الانجاز الابداعي، لو هيهديها لحد او ممكن يتم تكريم حد بنفس الجائزه ممكن يكون مين؟ لو حد الجائزة؟ ممكن نروح خالد صالح الله يرحمه طبعا، شقيق طبعا الحقيقي اكيد. فيلم احمد نوتردام لسه ما اتعرضش، يعني عايز اتكلم برضه مع حضرتك عن الفيلم وممكن يكون موجود امتى، والاعمال اللي جايه للاستاذ خالد الصاوي اللي دايما وحشنا. الله يخليك. احمد نوتردام فيلم ان شاء الله هيبقى يا رب، يعني ان شاء الله متوقع له. رامز جلال انا بحبه على كل المستويات كشخص وكفنان طبعا، وكشاب مجنون بفنه ومجنون بحبه لجمهوره، وعلى فكره هو في منتهى النقاء، فانا بتمنى له ان هو ربنا يديله على قد قلبه وعلى قد موهبته وعلى قد حبه للناس وحب للناس ليه. بشكرك ومشرفني دايما ومنورني، وبنفتخر بالفنان خالد الصاوي. بشكرك شكرا جزيلا ومبروك على التكريم النهارده.